وعن سو تشيدين يا لونها إن لونا دعاء لنا بوغضو أنت أمر كان دافو حن ربعين عن كلمة سيو أتحرك هلا قيبيو هاري كسون قضي هاري كقحنتية كسون قضي قلها جورت مدن يال أي رمات من قيبيو حن كلمة سين دونا قددي جار كاهي وشغل عن تكو هي قعد سنة كلمة دي رهضان يجيبون نص كوبية قدومي أحمد عبد إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يفرد حدا وقلاني يا شيء بحش القدوم كقامي أو وقيدين إن قدي قار الله صارو أرنتا هوش الله سعانود وأينو كل يبكود دركسنا يتلابدي أي أباه نايدنا قلاني إسكدي بحيوكا قل كارلها قد قاسي وكوبية تبن حبنوضا مالنتي شناد يهو شودا ييكو قد جران وحاني أسعوتا سيكل يتحدر لي أو نكسن سيوالبا أو أي حقيقة أهان تهيبا قد قصد حقوضب هو وين أو مهيبا مدن قد ومية هي مدن يال ووبا هيهين وقضبك كوادي إن وقتك نويا لي وآذو كوبا أوجد أن مدن قدومي أي مدن يا شباب كل هالكا وقتك يقول ديراني وإنتي هري تلقلك وها وكان ديراني وغضب غضب كلابات ويسيقني يا لا وتحدر كوين وباهني وحن جعل الله يقول قديها نعطسنين أو قلوينا مدن قدومي شر قدومك أي مدن يا شباب وصحافة يقارن كأيو دمام برشيد الهير سومالي لنبكة وضميتهاي إن أرهنتها يتنشن كيدا يدرين كيدا رسميقا يكوه جهان دين عوال با هوس اللوردقو مددا قدقو أي سوسا ريان قوامو وحكو أولا وقلان يشير قدون كبا كسو علين دونا أرهنت السدحاد و أيادنا نوتا لا و أرهنت وضا شقينت قددا يشير قدون كا وكل يوم وين ودوقنا هاي ضد هذا يجير بلشو verbal كهو بدن بيننا هاي rumor يشكره واسك بدن يهين وحنو جعلها ينقلها يشرب الدم كبا نلا قلها وضع شقي حالة دجن أو احترام كده لي كرامة ده لي مهمة ده لي مدة أنه هوشة كوجود جرو كل يبقى هوشو سجود هنا وحنو قصة تاسون أكسن وقيمة هذا لي أي أدنى أبو حبون قابهان يا حال ذهان أذي جدنا وحفل يا عدو اللي بيني دريميسو ديفرنس كتيرة وحنا ملاين يا وحكوين ديك تهذا نيا الله كهول قلو بري أدنكو أي حول أي كهول قلان سوى البهاء هات إلا بتبادي يعني ديك تهذا نيا أو اللي بدل كاجي جده يدو عدو وتبديد واللي ب وقعدت كل جرو وكسود ولي وأين أجنهاي حول كعذك وبني آدم قبل لها وكعد جهو شاينا نجرين بانو ملاينا يا مركا واحد شعلان لها مدنة قدومية ايام مدنة يا شبا ان لبان مدنة وكمي ده قد ده كوبية طبانك اشير قدومك ايام مدنة قدومية قدومية كحيقان قدومية ادم قعودين ان عان من لبك المدود ودك دقا لايو قلادو ان لسيو اوه مدنة برخد ايام مدنة ميدانة هذه أدباد ما سنتين وبالله توفيق الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدنيا ودين وبعد مدنياشا قولها شرقدونك بعض الصحافة وعدكو سلامنا صلاة الإسلام كقدهان وما سيئ قدوميها قددو كو معلنتنا لما قعبك دي بأوحن وصميسان استراكتشر أما هنان هجان ونخش قين إنه وعقدهم يودور إني حلبان أحمد تمشيلع وهذا برتن ككعي قدوم يكو حجين إنه وحنودور إني حلبان أحمد يو النجم قن وجري كل عدا يحلبان عبد الناصر حجيها قد دو حنودور إني حلبان محمد حسن أنت أكدب مالتنا لما جعابي وشريات شمعي أي هيد حتى مال الفصحى وحنو كتشرني إنا رشقينه وأنا أشقي إنه دم تاجر كان راح لساري، and structure كمان كان إنت أكيد ما دو ما قاعد جديدة، وحنو كده جنبي جديدة حقيقة رادينته،
iyo xal u helida arinta gobolka Laascaanood ee gobolka Sool magaaladiisa Laascaanood magaalada madaxda dhibaatooyinka ka dhacaysa ee dhimashada leh ee dhigbaxa leh ee dhaqaale burbur kale runtu dib weyn qaranka Soomaaliland ku wada noqotay inaanu xaqiiqada dhabta ah soo taabano oo cidii khald kale aanu farta ku fiiqno halkina golaha aanu keenno ilaahna subxaana wa taala aanu la kaashano maadaama aanu nahay xildhibaano dalka iyo dadka iyo diinta u dhaartay aragtiyaha siyaasiga ee xisbiyada la weeyahayna meel baan iska saaro inta markaanu ka nimanno saaka waxaanu la balansanahay oo halka noogu imanaya labada gudoomiye musharax madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Faisal Cali Waraabe maadaama odayaashii qaranka ay yihiin saamilada siyaasadda dalka ay yihiin inaanu xal u helista mushkilada Laascaanood wax ka weydiino aan shaqooyinkayagu saas u soconayn ilaa galabta ilaa caawa marka koow goolaweynaha sida gudoomiyahaygu sheegay waxaan doonayaa ku soo dhaweeyo xildhibaan Mukhtar Madana laakiin waxaan la qabaa codsiga gudoomiyaha Axmed Timajilic shurgudoonka mudane gudoomiye ku xigeen iyo xildhibaanada kale sharaf dalaba maadaama hawl weyn oo baaxad leh oo ballaaran oo qaranka runtii maanta badbaadadiisa qayb ka ah maadaama hawsha inta laag la loo xil saaray goolaweynaha sharaf dala waxaan ku codsanaynaa in hawsha ka wala noogu duceeyo waqti inta ka badanna shirgudoonku uu nasiyo idinkuna ansixinteeda aad yeelataan intaanu hawsha ku jirnada wixii khayr u soo jiidaya arintaa inaynu culays ka saarno wixii dab ku hurinayana inaynu ka dheeraano sida Axmed Timajilic sheegay codsigaana waanu wadnaa waxaan rajaynayaa inaad nagala shaqeyn doontaan albaab kasto inala gasho ilaahayna subxaana wa tacaala ha nagu guuleeyo marka Mukhtar Meerana doonayaa wixii intaa ka dambeeya mudan gudoomiye waxaan doonaynaa ka gudahan inaad la fasaxdaan 10 kilo way taagantaa asalaamu calaykum maadsanid gudoomiye mudanayaal labadii mudane ee iga horeeyay ayaa arinka dhameeyay aniga wax badan oo iga haray runtii ma jirto kaliya waxaan jeclaan lahayn guddidu maadaama ay xog raadis tahay xogtuna dadka ay ku kala jirto mudanayaal in wixii xog aad haystaan aad idinka laftarkiinu nala wadaagtaan guddidu sida horeba loo sheegay waxaan isku dayaynaa inaanu dhinac walba aanu aragno dhinac walba aanu ka gungaadno dabadeetana talooyin wax ku ool ah aanu idiin soo bandhigno waa fal dhiban waxaanu ku qurux badan yahay inteeda guddida ah iyo intiina aan ahaynba inaynu ka gaabsanno intaa aynu hawsha soo bislaynayno inaynu wax isugu imanayno inaynu ka gaabsanno intii suurtagala haddii aan la idmo aad baad u mahadsantihiin waxaan u darana waa hawl muhiim ah oo aynu wada leenahay walaal badan baa qaranka saaran oo aynu saaran inaan mas'uuliyiin baynu nahay waxaan rajaynayaa ajandihii guddidii dabagal kumar hadduu inaga baaqday xeerkeena aynu qaybinay shaqo kale hadda inoo diyaar ma jirto waxaan u diyaaraa sooray xildhibaan Faisal oo arrin gaar ah ka hadlaya arrin gaar ah xildhibaan Faisal oo ka hadlaya aan jaalay ku soo dhaweeyay xildhibaan halkan waxaan jaalay halkan aad timaado soo ka xad mudane mudane Faisal wuxuu ka hadlaya arrin gaar ah oo dareen mudaneyaal guddida kamid golaha kamid inoo keeneen oo markaanu tashanayna isla garanay in golaweelaha loo bandhigo si uu go'aan uga qaato waxaan ku soo dhaweeyaa mudane Faisal waa samafal weeyaan aan ismaqalayn yar waa arrin samafal oo khayriya kolay dhammaha wax sira waxa weeyaan kolay shayga khayrka hadda waxa weeyaan in dee xataa la baahiyo waa loo baahiyo mararka qaarkood oo dee dhiirigelin uu noqdo waxa weeyaan waxa jirta inaan indhabeeshay oo jeelka gabiile ku xidhnayd oo indhabeeshay sida noo sheegtay golahana dhowr jeer timi intii uu fasax ahaa goluhu inanta magaceeda kolay ma haya anigu laakiin barqad ba haya golaha dhowr jeer bay timi waxaan ugu tagnay
anagoo shan xildhibaan ah ayaa u tagnay inanta gurigeeda ugu tagnay waa inan danyara maadaama aynu nahay golihii wakiilada dadkana aynu wakiil ka nahay ma waa shay khayr iyo waxani haddii shayga khayrka ah in marmar la dhiiriyo waa loo baahan yahay mowta sheekh axmed way fasax annagoo shan xildhibaana baa tagnay gurigeeda galab dhaweyto ku booqanay waa inan dan yara doctor shiina loo geeyey wuxuu yidhi halkan waxba lagagama qaban karo waxay u baahan tahay lacag $10,000 oo indiya loogu qaado waxaanu ku nidhi annagu ka xildhibaana ahaan golihii baanu hordhigaynaa arrintan si arrintaa wax looga qabto markaa mudanayaal waxaanu codsanaynaa inaynu arrintaa eegno oo aynu inantaa wixii aynu u qaban karra aynu u qabanno waa sadaqa jaariya weeyaan waxaan rabaa inaan tilmaamo qadiyadan goluhu waa golo sharci dejin waxaan matalaa shacabkeenna qadiyadan waa qadiyad gaar ah markii la qiimeeyey xildhibaanada iyo shugdoon ku qanceen in si gaara loo kaxeeyo waxaan ka afeefanayaa inaanay noqonin inaynu dee golahan waa golo siyaasadeed ee golo maaha humanitarian oo hay-adama joogaan marka waxaan ka afeefanayaa inaanay cid kasta oo inaan halkan la keenine qadiyadan si gaara baa guddiidii mudanayaasha ay shugdoonka ugu qanceen waxaan rajaynayaa qadiyada inaynu qaadanno waxaan kelmad siinayaa xildhibaan axmed khaliif soo koob mudane